بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني جاء التسجيل في إطار جائحة كورونا، وأطلب من الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء، وخلال هذا الحجر الصحي ومحاربة هذا الفيروس القاتل ارتأيت باش نتقاسم معكم مشروع كيفية صناعة آلة، يعني صناعة واحد الآلة اللي غادي يمكننا نستعملوها في الأماكن العمومية اللي غتبقى تعطيك الصابون دون لمس القارورة. يعني غتقرب ليدين ديالك بواحد المسافة اللي حنا إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نحددوها في البروغرام ديالنا، وغادي تعطينا الصابون بطريقة أوتوماتيكية، يعني هذه المسافة 10 ولا 20 ديال سنتيمتر. وعلى بركة الله غادي نشوفوا هذا المشروع والمراحل ديال التركيب ديالو. كما نشوفوا هنايا ملي كنقرب اليدين ديالي من القاروره بمسافه ديال 20 سنتيمتر 10 سنتيمتر تقريبا كتعطينا الصابون، وهذه المسافه كيمكننا نغيروها الى بغينا في البروغرام ديالنا. من بعد غنشوفوا الطريقه. فوالا ها هي اكسيتيرا، وهذه هي مجموعه ديال الاجهزه الالكترونيه اللي غادي نستعملوها في المشروع ديالنا. هذه سيتي كارت اردوينو اونو 3 اللي كيكون فيها واحد لو ميكرو كونترولور بروغرامابل اللي كيمكننا باش نبروغراميو لي بين دونتري اي دو سورتي انالوجيك مع نيميريك باستعمال لي لونغاج دو بروغراماسيون. احنا في هذه المرحله غادي نستعملوا لو لونغاج دو بروغراماسيون ديال سي اردوينو. غنشوفوا ان اوتر كومبوزون، هذا سي ان كابتور التراسون، هذا اللي هو يعطينا المسافه ما بين اليدين ديالنا مع القاروره، يعني وكيصيفط واحد السينيال لا كارت اردوينو باش تعطينا الصابون. غنشوفوا ايضا لو سيرفو موتور ملي كيستقبل لينا لو سينيال من لاكارت اردوينو كيعطينا واحد الحركه ميكانيكيه اللي كتنزل داك لو لوفي اللي كيعطينا الصابون، وكيمكننا نتحكموا فيه في لونغل دو روتاسيون ديالو انطلاقا من البروغرام ديالنا. على بركه الله غنبداو عاوتاني دابا في التركيب ديال هاد لي كومبوزون ديالنا. غادي نستعملوا ايضا هاد السيبورا ديال ديكودور اللي كنلصقوا في الحيط، يمكننا نادابتيوها على القياس اللي بغينا، ثم كنلصقوها في هاد اللوحه هادي بالليفيس. ثم ايضا نلصقوا هذا لو سيرفو موتور في هذه اللوحه ونطاشيوه بالسلك بحال هكذا. من بعد ناخذ هذا الصابون ليكيد حسب لا طاي ديال القرعه اللي عندنا نحطوه هنايا. غنمشيو دابا للمونتاج ديال لي كومبوزون الكترونيك بوغ اوتوماتيزي لو سيستيم. غنبداو بالكابتور التراسون، غنلصقوا ال VCC ديالو في 5 فولت ديال الاردوينو، ثم لا ليني تريك غادي نحطوها في البين 12، ثم ايشو ايكو بليتو غادي نحطوها في لابين 11، ثم الجراند غادي نحطوها في الجراند ديال لا كارت اردوينو. وبالنسبه للسيرفو موتور غادي ناخذ لا ليني بلو غادي نحطوها في الجراند، لا ليني روج غنحطوها في 5 فولت ديال لا كارت اردوينو، و لورانج غادي نحطوها في لابين 8 ديال لاكارت اردوينو. غادي نلصقو هاد كابتور التراسون في لو لوفي بهاد الطريقة هادي، ثم ناخدو واحد الكابل USB بحال ديال لامبريمونت باش غادي يمكننا نبروغراميو هاد لاكارت ديالنا. ومن بعد راه يمكننا من بعد غادي نخدمو هاد لو سيستيم كامل بثلاثة د الحجاري ديال 3 فولت ونص ولا بالشارجو ديال الهاتف ديالنا. غادي نشوفوا الان الطريقه باش غادي يمكننا نبروغراميو هاد لو سيستيم ديالنا.
باش يبقى يخدم بطريقه اوتوماتيكيه. يعني غادي نمشيو للبيرو ديال لورديناتور ديالنا، غادي نشوفو على هاد اللوجيسيال، نقلبو على هاد اللوجيسيال هذا اللي هو اردوينو، غادي نكليكو عليه جوج المرات بحال هكذا. هذا هو البروغرام ديالنا. دونك عندنا هنايا لا بارتي ديال ديكلاراسيون ديال لي بيبليوتيك اللي غادي نستعملوهم. عندنا مثلا هنايا انكلود ستوديو بوان اش، وعندنا ايضا انكلود نيو بين بوان اش. هما لي بيبليوتيك اللي هما بخي ديفيني في الداخل ديال اللوجيسيال ديال سي اردوينو، غادي نستعملوهم. هذه هي لا بارتي ديال ديكلاراسيون ديال لي فاريابل اللي غادي نخدم في البروغرام ديالي. وهنا ايضا كنحدد حتى هاد لي بين دونطري مع السورتي اللي غادي نخدم في البروغرام ديالي، حسب لي بين ديالي كنحطيتهم في لاكارت اردوينو. غنشوفو دابا لو كور ديال البروغرام ديالنا اللي هو كيتكون من جوج ديال لي فونكسيون برانسيبال. عندنا نبداو من هاد لا فونكسيون فايب سيتاب، وكتبدا من هاد لاكولاد حتى هاد لاكولاد فيرمي. هنا كنحدد الطبيعه ديال لي بين دونطري مع ديال السورتي، وهاد لي انستريكسيون قلنا كيت اكزيكوتاو مره واحده فقط، يعني سي اكزيكوت اون سول فوا سولمون. عندنا ايضا هاد لا فونكسيون لوب، دونك هادي سي فونكسيون او بيان سي اون بوكل انفيني اللي كتعاود من هنايا حتى لهاد بلاط فيرمي. لي انستريكسيون ديالها كيبقاو تعاودوا باستمراريه. هنا في هاد الانستريكسيون ديال لا كونديسيون اف، باش كنحددو المسافه اللي كيخصنا نقربو من القاروره ديالنا باش تعطينا الصابون. هنا حددناها في 10 ديال السنتيمتر، اللي بغينا نزيدوها كنزيدوها من هنايا، يعني يمكن نبدلوها لا فالور اللي بغينا. وهاد لا بوكل فور هي اللي ترجع لنا داك لو سيرفو موتور لي طا انيسيال ديالو، يعني ترجع لو سيرفو موتور لزيرو. الان بقى لينا باش غندوزو هاد البروغرام ديالنا كامل لا كارت اردوينو. دونك باش نديرو هاد لو تيليفيرسومون كنمشيو لهاد لو بوطون، هذا هو اللي كيديرنا تيليفيرسي، يعني كتكليكي على هاد لو بوطون ديال تيليفيرسي هو غيدوز لنا البروغرام ديالنا. وكننتظرو تقريبا واحد الدقيقه باش غيدوز هاد البروغرام لداك لاكارت ديالنا، غتبقى تشتغل دو مانيير اوتوماتيك. ومن بعد غادي تفصل الحاسوب ديالك على لو سيستيم، وغتخدمو بواحد الشارجور ديال تروح ما بين 5 فولت حتى 12 فولت، ولا 3 ديال الحجاري ديال 1 فولت ونص. السلام عليكم. كما غنشوفو هنايا ملي كنقرب اليدين ديالي من القارورة بمسافة ديال 20 سنتيمتر 10 سنتيمتر تقريبا، كتعطينا الصابون. وهاد المسافة كيمكننا نغيروها إلي بغينا في البروغرام ديالنا. فوالا هيا اكسيتيرا.